أما بالنسبة للتدخل الخارجي أو الأوروبي أو التركي بالتحديد، يعني في التدخل في الشأن الليبي، فهذا أكيد يعني أنا نرفضه، ونتمنى من جميع النساء في داخل ليبيا أنهم يتظاهرن ويتحدن ويوعن أولادهم، لأن هي باعتبارها لولا المرأة الواعية هي المحور اللي بتتمحور عليه البلد. إذا أعددتها أعددت شعب طيب الأعراق، فبالتالي المرأة هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة، هي اللي تتكلم مع الابن، هي اللي تتكلم مع الزوج، هي اللي تتكلم مع الأخ، هي اللي تتكلم مع الأب، فبالتالي محور التوعية بيكون عندها. إذا كانت المرأة واعية وعارفة أن هذا التدخل الأجنبي تدخل في اللي هي أمور البلد، فأكيد هو يعني حيبدأ فيه الشعب واعي، والأخ واعي أخوه، والصديق واعي صديقه، فبالتالي يجب أن نفهم أن هذا التدخل مرفوض بتاتا. معنى هذا إحنا ما يغرنا المظهر أو الصفة اللي هي جاية بها، لا، في النهاية هو استعمار. هو إحنا لما نسمح بالتدخل منهم، ليش إحنا ما نتدخل في الشأن هذا؟ يعني في مثل يقول لا تتدخل في ما لا يعنيك فتجد ما لا يرضيك. يا ريت يا ريت يا ريت نتكاتف مع بعضنا إحنا النساء وكمرأة ليبية عشان نرفض هذا التدخل، نرفض التدخل من البيت. أمورنا تو الآن ستسوء أكثر فأكثر إذا سمحنا بالتدخل الأجنبي في ليبيا. وحدث في السابق في فترة ليست ببعيدة أن تظاهر الشعب الليبي في عدة مظاهرات قام بها، استنكر وجود اللي هو التدخل التركي في الشأن الليبي. بكل أسف الحكومات سلمت، زي ما نشوفوا فيها في تدخل، سلمت وتعاقدت بتسليم أحد المواني الليبية اللي هي زي ميناء الخمس لمدى طويل. هذا يسمح لهم بدخول وبالدخول والخروج إلى بلادنا. يجب أن احنا نوقفوه من حيث أنه هو لو أن يعني نشوف فيهم في الطرق، في الفنادق، في المطاعم، يعني بده فيه غزو شيئا فشيئا. بدينا احنا ناكله تركي، نلبسه تركي، طريقنا اللي نمشي عليها اصلا حتى هي شركات تركيه، بينما ان احنا عندنا شباب قادره على ان هي اصلا تخدم بلادها، عندها الغيريه، حتى لما يشوفوا يقولوا ليش احنا هيك قاعدين؟ ليش مش احنا اللي نخدمه؟ ليش مش احنا اللي نقدمه؟ احنا عندنا الصحه، عندنا القوه، عندنا التعليم، نتعلموها الحرفه. لكن يعني التدخل هذا بمقابل مادي، ليش ما يكون في استراتيجيات لتشغيل هذه الشباب في الشركات الخاصة والعامة، بحيث إن هي يعني يعطينهم حتى دخل مادي؟ يعني إحنا حتى نقدر نقضوا حتى على البطالة الموجودة في داخل بلادنا.